جديد. عارف زي موضوع الاوقاف والساعه الزراعه. في قانون نفس القانون يا ابني. في قانون 15 وسنه في 17 والولايه دلوقتي عم تغير صناعه. اعمل ايه يا ابني؟ انا مش عارف احنا دورنا ايه كهيئه مجتمعات. يعني متهمين بالتقصير. هو في سواجيه يا ابني. يا فندم طب لما انت دورك يجي لو في حاله فرديه. اسالك سؤال، لما انت مالكش دور سيرتك جيت ليه؟ لا انا ليه بعت لنا ورقه وقلنا ما ليه يا دور يا فندم في الرسوم بتاعت مستحقات الدوله بس. يعني في ازدواجيه، في ازدواجيه بين هيئه التغذيه. انا حكيت لك القصه زي موضوع هيئه مراقبه الغذاء بتطلع قوانين حاكمه لموضوع والموضوع الثاني في ايد ناس ثانيه، في ايد ناس ثانيه. فحضرتك كل واحد بيتصارع مين يثبت ان هو الاحق بان هو التعامل مع المستثمر، مين اللي يثبت؟ كل ما هيئه مصر هتعمل حاجه تحط لهم طلع لهم ايه؟ خازوق. كل ما دول يعملوا حاجه تروح حياتها. بس بص، هو الحقيقه كده. حضرتك المستثمر ضايع بين الجهتين، هي الحقيقه كده والله العظيم، الحقيقه كده قسما بالله، قسما بالله. لازم جهه واحده بس هي اللي كنت المستثمر تبعيته. فك الشباك ده زلمه، مش عارف هو بس جهه واحده. فك دول، فك دول بقى، فك دول، خلي دول.